بقوة اللي حتى أيام وتروح هذه بقوة حسيتي للبقوة اللي يريد يسكر الباب مسموح يسكره ويروح والدرب دوح ماني بنادم بس بكتب على اللوح إن الوفا من عدت أهل المروة وإن الضماير ما تعافت من البوح كم خفق من زود ما به مشوه أخوها اللي حتى أيام وتروح أيام هذه هو حسيتي للبقوة اللي يريد يسكر الباب مسموح يسكره ويروح والدرب توه وكم واحد من طيبته صار مجروح يخلص ويعطيك اللي كثره ويشوه كم واحد في ساعته السلم ذبوح وانجى المواجه ما يواجه ولوه من نسل قوم تجعل الضد مفضوح ما شبه القوم هو عاكس علوه أخوها اللي حتى أيام وتروح هذه بقوة حسيتي كل بفعله يا هلا العرف ممدوح والربح اللي ما اشتكوا منه سواه واللي مشى في درب ما فيه مصلوح لابد يدري انه مشى درب قواه بعض الرجال من الوفا نزعة الروح اهون عليهم من الغدر والتموه اخوها اللي حتى ايام بقوة حسيتي للبقوة اللي يريد يسكر الباب مسموح يسكره ويروح والدرب توه والبعض دامت له سلامات ومزوح قوته خوة خير من ألف خوة وانكشرت الأنياب والخير مطروح جو الشجاعة غير ما هو بجوه والعيب لو هو كان في الخلق ممسوح كان البشر عاشت زمان النبوة يا ربي وانت المتجاوز